نعمان، هل تعتبر الدكتور سعيد سعدي، فرحات مهنا، أبريكا، حسين أبي تحمد شخصيات وطنية تملك مشروعا وطنيا في الجزائر؟ نعم، شخصية وطنية من ناحية الجغرافية. أي واحد من 35 مليون جزائري يعتبر فرد وطني، فإن كان شخصية بمعنى نفخ فيه بطريقة أو بأخرى فيصبح شخصية ذات ظلال جغرافية على المستوى الوطني، وهذا صحيح. أما أن يكون شخصية تاريخية نوفمبرية تسير في الخط الذي رسمه الشهداء للاستقلال الذي كانوا يتصوروه ودفعوا أغلى ثمن في التاريخ المعاصر من أجله، فهنا أقول لا، فهو شخصية وطنية هدامة للوحدة الوطنية. ولو تركتني أتمم كلامي التحليلي بالوثائق الناطقة لوجدت جوابي فيما سأقوله.